تأثرت كثير من قطاعات الأعمال بالعالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن في المملكة العربية السعودية والله الحمد ثم بفضل حكومتنا الرشيدة تم دعم القطاع العام والقطاع الخاص لتعديل أو لتجاوز هذه المرحلة. ونحن في شركة تمرس للمقاولة العامة عملنا جاهدين خطة عمل لاستمرارية الأعمال، ووضعنا نصب عيوننا عاملين مهمين: أولا سلامة موظفينا وشركائنا الذين يعملون معنا، ثانيا الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية ودعم القطاع الصناعي بالخدمات التي يحتاجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة، ونحرص الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولكي نعبر جميعا بسلام من هذه الجائحة. During COVID-19 pandemic, all business sector has been impacted. But in parallel, Saudi government support all public, private sectors and individual, regardless they are Saudi or expat. From expertise side, we work hard to implement our business continuity plan to ensure two things: safe environment to our employee and partners, and secondly, to fulfill our obligation, contractual obligation to our client and to support the industrial sectors. Please be safe and stay safe.